السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلامة وسعادة. معكم أخوكم دكتور أحمد جمال الدين. بالنسبة للتفاصيل الخاصة بقى بالداتا فلو والبروميتريك هنتكلم كده باختصار في الفيديو ده إن شاء الله. أول حاجة الإجراءات بالنسبة للسعودية بتتم كالآتي على 4 خطوات. أول خطوة هي داتا فلو، بعد كده تسجيل، بعد كده حجز الاختبار، بعد كده التصنيف والتسجيل المهني. أول خطوة هي الداتا فلو، هي التحقق من صحة الشهادات العلمية بتاعت حضرتك والشهادات العلمية والتراخيص، وممكن الخبرات طبعا على حسب بعض الأماكن بتطلب إن احنا نعمل داتا فلو على شهادة الخبرة، وهي مش إجباري بالنسبة للسعودية، بتكون اختياري على حسب طلب الشغل عند حضرتك أو المستشفى اللي هتطلع معاها وهكذا. بالنسبة للداتا فلو بحتاج من حضرتك أول حاجة صورة جواز السفر، صورة شهادة التخرج أو الشهادة العلمية بتاعت حضرتك، والترخيص وكارنيه النقابة، وفي بعض التخصصات بطلب منهم شهادة حسن سير وسلوك من النقابة، بعض التخصصات مش كل التخصصات يعني. بالنسبة لخطوة الداتا فلو تاخد لها من 3 لـ4 أسابيع في الطبيعة إن شاء الله وتخلص. بعد كده يعني في بعض الجهات بتتأخر عن كده، وده على حسب مدى استجابة أو رد الجهات دي على الداتا فلو، يعني ممكن الناس تقعد يعني شهر وشهر ونص وهكذا على حسب استجابة الجهات دي سواء جامعات أو نقابات. بالنسبة للداتا فلو هي صلاحيتها اتكلمنا عليها في بوستات قبل كده، وهعمل لكم عنها فيديو برضو نتكلم فيه ما فيش مشكلة. بس هندخل بقى على الخطوة التانية عشان الناس عايزة تعرف الإجراءات مرة واحدة. بالنسبة للخطوة التانية وهي التسجيل، التسجيل ده بنعمله عشان نصدر لحضرتك رقم أحقية نقدر من خلاله نحجز الاختبار. التسجيل ده اللي هو يعتبر بنفتح لحضرتك ملف، نعمل ندفع رسوم الهيئة، بنحتاج بقى الامتياز والخبرة وبيان التقديرات وشهادة الثانوية وهكذا. بياخد مدة من 7 لـ10 أيام في الطبيعي، في معظم الطلبات بتخلص في المدة دي، في طلبات ممكن تتأخر عن كده شوية، وده طبعا على حسب رد الهيئة، وممكن في طلبات تصل لشهر برضه، ده على حسب برضه رد الهيئة. بعد كده في خطوة حجز الاختبار، لما بيصدر رقم الأحقية لحضرتك بيكون ساري لمدة سنة، خلال السنة دي نحجز الاختبار إن شاء الله. بعد ما نحجز الاختبار حضرتك لازم نقدم على التصنيف والتسجيل المهني بعد النجاح في الاختبار في خلال شهر. لو ما قدمتش عليه في خلال شهر الطلب بتاع حضرتك بيتكنسل، هنضطر ان احنا نرجع ندفع رسوم التسجيل من تاني ونقدم لك طلب جديد برسوم تانية. بس هو ان شاء الله مش هيكون في امتحان تاني، بس احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، انتوا عارفين طبعا الاسعار بتزيد وتفاصيل كتير، فمش عايزين ندخل للمرحلة دي ان شاء الله. يعتبر كده في الفيديو ده انا وضحت اجراءات السعودية بعد التحديثات اللي حصلت، ان هي في الخطوات يعني الموضوع يعتبر زي ما هو، ولكن هو تم عمل إعادة ترتيب للخطوات، يعني بقى في داتا فلو الأول وبعدها التسجيل وبعد كده دخل الامتحان، بعدها بقى في تصنيف وتسجيل مهني. يعني خطوة التسجيل والتصنيف اتقسمت ودخل إن بتوين الامتحان، ولكن هي تعتبر نفس الخطوات اللي كنا بنعملها في الأول عادي، بس هو إعادة ترتيب ليهم، والتكاليف تعتبر هي برضه. لو في حد عنده أي استفسار ممكن يكتبه في التعليقات، وإن شاء الله أرد على حضراتكم، وإن شاء الله في فيديوهات تانية كتير هيتم نشرها ملخصة برضو ومدتها بسيطة في الفترات اللي جاية، وشكرا.